أمر الله في الفيديو ده هنحل السؤال الكوركت وسؤال ترو فولس. في الوصف هسيب لكم تحت قائمة التشغيل اللي فيها حلول باقي الدروس كلها. هنبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Correct the underlined words. Some traits are not transmitted from one generation، ما بتتنقلش من generation للتاني، عشان كده هي اسمها ايه؟ هي اسمها acquired traits. مندل is considered as founder of heredity. مندليف يعني؟ لا، هو مندل طبعا. طيب مندل تشوز ذا بين بلانت، هو اختار ايه؟ اختار البي بلانت. طيب بعد كده مندل تشوزن 10 تريتس ام بي بلانت، هو اختار كام تريت؟ اختار 7 تريتس بس، وهو في تريتس كتيرة جدا اكتر من التين حتى، بس هو اختار السيفن اللي اكتر حاجة هتبان فيها الاستاديينج بتاعته. from the recessive traits in pea plant is a swollen pot shape. السولين ده لا dominant. طب مين اللي عكس السولين؟ اللي هو السينيوس. طب ينفع احط اي recessive تانية؟ لا، ما هو وقف لي على الشيب، يعني بيتكلم على الشيب، فالشيب عندي فيه السولين والسينيوس، صح كده؟ فهمتوا؟ فلازم احط السينيوس. طيب مندل ريموف ذا بيتلز فروم فلاورز اوف بي بلانت تو بريفنت ذا سيلف بولينيشن، هو شال ايه؟ هو شال الميل اورجانز اللي اسمها ايه؟ اللي اسمها ستيمز. مندل ذا فيرست لو از كولد لو اوف اندبندنت اسورتمنت اوف هيريديتري فاكتورز، ده كله السكند لو، لكن الفيرست لو اهو سيجريجيشن اوف فاكتور. مندل ذا سكند لو، العكس بقى، السكند لو هو اللو اوف اندبندنت اسورتمنت اوف هيريديتري فاكتورز. بص هننقل ده كله كده هنا، ماشي. if the result of crossing between two individuals is 50 dominant and 50 recessive this means that the trait of the parents، الاثنين يعني pure dominant، لا واحد منهم هيطلع hypered وواحد recessive. هنعرف ازاي؟ او ده موجود فين؟ ده موجود في الكتاب كنوت كده يعني تعتمدوا عليها، ولكن احنا هنجربها دلوقتي. يبقى هنقول one of them is hyper dominant، يعني مثلا هيبقى واي كده، ماشي، and the other is recessive. دي عليكم ان انتوا تحفظوها المفروض، ولكن احنا لو اشتغلنا بيها هنفتكرها ممكن اكتر يعني. طب انا هعرف منين اذا كانت، يعني هعرف منين دي كده هي دي؟ لا، ما هي عندي انا لازم هحفظها، ماشي كده. بس لما انا بشتغل كتير بعرف امتى بتطلع 50 و50، يعني لما بشتغل كتير وبتقابلني مسائل طلعت 50 و50 فبفتكر على طول البيرنتس كان شكلهم عامل ازاي. ده هتبقى كده، وبعدين بقى ده مع ده كده، وبعد كده ده مع ده، بعد كده ده مع ده، بعد كده انا خدت ايه؟ ده مع ده، يبقى ده كانت واي كابيتال واي سمول. بعد كده ده مع ده، ده مع ده، بعد كده ده مع ده. فبص كده ادي 50 اهي دوميننت و50 طلعت ايه؟ ريسيسيف. فهمتوا كده؟ طيب نعملها ازاي برضو اسرع من اللي انا، من الطريقة اللي انا عملتها دي؟ طبعا المفروض هتعملوا كده وهتعملوا برضو دي كده وهكذا بقى تكملوا. يعني مثلا تجربوا مثلا ان الاثنين، تجربوا ان الاثنين مثلا يبقوا دوميننت، هنا البير الاولاني دوميننت والبير الاولاني ريسيسيف، بعدين تبداوا مثلا تقول، قلت لكم حطوا واحد اثنين واحد اثنين، بعدين خدوا واحد مع واحد وواحد مع اثنين، بعد كده خدوا اثنين مع واحد واثنين مع اثنين، وشوفوا كده هتطلع 50 50 ولا لا. طيب ما طلعتش 50 50، جربوا مثلا تبقى ديت بدل ما هي بيور دوميننت تبقى هايبر دوميننت، يعني واي كابيتال واي سمول زي ما عملتها، وخدوا برضو واحد مع واحد، واحد مع اتنين، اتنين مع واحد، اتنين مع اتنين، وشوفوها لغاية ما تطلع يعني. طيب لو مش عايزين تحفظوها او لو ناسيينها، the mixed pollination between بي بلانت with بيور يلو، يعني معايا بيور يلو اهي ومعايا
بيور جرين، ولو ما قاليش بيور جرين قال جرين بس، ما هو الجرين ده ريسيسيف، فالريسيسيف كله بيور صح. ده هيديني في الاخر ايه؟ ده هيديني في الاخر كله هايبر دي دوميننت، كله في ده الفيرست جنريشن. ما هو انا معايا بيور وبيور، خدتهم وزرعتهم، في الاخر هيطلعوا ايه؟ في الاخر هيطلعوا كلهم يلو ماشي، ولكن بقى هيطلعوا هايبر دي يلو ولا بيور يلو؟ لا هيطلعوا كلهم هايبر دي يلو. برضو ممكن تجربوها، يعني ممكن تشيلوا كده تكتبوا ان اهي بيور اهي مع بيور ماشي كده، هتطلع واي واي كابيتال واي سمول ادي هايبرد، 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 وكل دول قلت دوميننت لان كلهم فيهم واي كابيتال. فهمتوا؟ The scientist Mendel has found out that the hereditary traits transmitted from the parents to the offspring by means of hereditary factors it known it is now called. طيب هي كلمة ايه دي مش باينة هي عايدة على مين، يعني مثلا الترانزميشن ولا التريتس، ولكن هو اللي خدناها جملة شبهها بالظبط، خدناها في ان زمان كانت اسمها الهيريديتري فاكتورز، فهي ايه دي عايدة عليها ماشي. دلوقتي اسمها ايه؟ دلوقتي اسمها جينز ماشي. هو ممكن ايه هنا هي لها علاقة بقى بالجرامر نفسه او بطريقة كتابة الجملة، فإت هنا يقصد ان هي عايده على هيريديتري فاكتورز، فهي إت ناو كولد ايه؟ كولد ذا جينز. ما خدناش اي، يعني احنا ما خدناش دلوقتي اي حاجه كانت زمان اسمها حاجه ودلوقتي اسمها حاجه غير كلمه الهيريديتري فاكتورز اللي دلوقتي اسمها جينز ماشي كده، عشان تعرفوا يعني. بعد كده ذا بيور انديفيدوال هو كاريز، طبعا ده الهايبرد اللي كاريز وان دوميننت وان ريسيسيف. طيب the two hereditary factors are similar، بيبقوا شبه بعض يعني مثلا كده كده اهو او كده كده. in hybrid individual لا في البيور individual. Mendel's second law is called، ينفع اكتب هنا في الريسيسيف individual؟ طب ما هو دلوقتي هي مش في الريسيسيف بس، هي في اي بيور فهمتوا كده، فما ينفعش اكتب ريسيسيف. Mendel's second law is called the law of segregation of factors، السؤال متكرر. ال second law of اللي هو ال independent assortment of hereditary factors. بعد كده when two individuals differ in two pairs of or more of alternative traits copulate the trait of each pair is inherited independently and appears in the second generation at a ratio، في الاخر انا عندي 3 to 1 ماشي كده. 3 اللي هي يعني ممكن نكتب كده 3 اللي هي الدوميننت، 2 1 اللي هي الريسيسيف. ماشي طيب. from the space traits is a human being attached ear lobe، attached ear lobe اللي هي على بعضها طبعا دي ريسيسيف. Every gene gives a special hormone responsible for the occurrence of reaction result giving، مين اللي بيعمل ال reaction أو ال chemical reaction؟ كان الإنزيم. Genes DNA are parts present in the cytoplasm of the cell، هي مش موجودة في cytoplasm هي موجودة في النيوكليوس. طيب the two scientists Bedell and Tatum made a model for DNA molecule، لا اللي كان عندي كان كريك واتسون او واتسون وكريك. the two scientists space discovered the means، العكس Bedell and Tatum. طيب ندخل على سؤال ال true false. put true in front of the correct statement and correct is a false one. هو يعني بقى اكيد برضه يعني put false in front of the false one، يعني the acquired traits are transmitted from one generation to another. لا ال hereditary traits هي اللي بتتنقل من ال parents لل other generation. the skill of swimming is one of the acquired traits، ال swimming من ال traits اللي ما بتتنقلش من ال appearance ال individuals، ده مظبوط، وإنما إحنا بنتعلمها من ال environment.
The green flowers are and the yellow flowers are contrasting traits in pea plant. طيب لا هو غلط. ليه؟ لأن ممكن أقول مثلا the red flower and white flower، لأن لون الفلاور كان red و white، صح كده؟ أو ممكن نشيل flowers ونكتب seeds، يعني ممكن نسيب green و yellow ونكتب seeds و seeds، ماشي كده؟ The recessive trait is a trait that appears in all individuals of first generation. اللي بتظهر في كل ال individuals في ال first generation هو ال dominant، صح؟ هي اللي بتظهر في ال first generation كلها percentage 100. Each trait is controlled by two pairs of hereditary factors. لا هو one pair، هو one pair. طيب one pair اللي هو مين؟ اللي هو كده مثلا لما بكتب واي كابيتال واي سمول، فوان بير. طب ليه في، طب ليه جوه البير الواحد، ما ليه اسمه بير يعني؟ عشان في اتنين. طيب ليه في اتنين؟ عشان واحده من الفازر واحده من الموزر، ماشي كده؟ The two factors of each trait segregate during formation of gametes then aggregate during the fertilization. The two factors of each segregate بينفصلوا، segregate او separate during formation of gametes لغايه دلوقتي صح، then aggregate. اجريجيت عكس سجريجيت طبعا، الاوبزيت بتاعتها يعني كوليكت او مره تانية يعني، او كومباين، ماشي كده؟ during fertilization دي ترو ما فيهاش اي مشكله. when a pure short stem، pure short stem ده ريسيسيف صح كده؟ is pollinated with a hybrid long stem ده ده dominant. when a pure short stem is pollinated with a hybrid long stem 1، يقصد بها ال 1 يعني، يقصد بها ال hybrid long stem. all the produced plants are short stem. غلط طبعا، كل ال produced ده هتبقى ايه؟ long stem، كلها هتبقى dominant. ما احنا لسه في ال في ال في ال first generation. طيب انا عرفت منين ان انا لسه في ال في ال first generation؟ انا جاب لي pure ماشي كده، بس هنا جاب لي مع hybrid long stem. طيب بيور شورت ستيم، لا مش كلها طبعا بقى، بس احنا تعالوا بقى نشوف هتطلع ايه. مش هتطلع كلها لونج ستيم، بص كده. هو بيور شورت ستيم اللي هي اللي هي الشورت ستيم اللي هي تي سمول، تي سمول صح كده، مع ايه؟ مع هايبر لونج ستيم يعني تي كابيتال تي سمول، فكلهم شورت ستيم. لا مش كلهم شورت ستيم، تعالوا بقى نشوف هتطلع ايه. المفروض هاخد، انا هكتب دي الاول هنا كده اللي فيها الكابيتال هنا كده، على طول بقى انا هعمل واحد اتنين واحد اتنين، هاخد دي مع دي الاول يعني، هتطلع تي تي كده، وبعدين دي مع دي برضو تي كابيتال تي سمول، ماشي، بعدين تي سمول مع تي سمول، بعد كده تي سمول برضو مع تي سمول، صح كده؟ فهتطلع 50 of them are long stem و 50 are short stem. يبقى the produced، all the produced هنشيل بقى all the produced وهنكتب the produced plants 50% short stem and 50% is long stem، صح كده؟ انا لقيت اهو ان 50 منهم short stem و 50 long stem، يبقى غلط طبعا، ماشي؟ In the first law of Mendel, the two contrasting traits appears in the second generation of ratio 2 to 1. لا هو 3 to 1 صح كده؟ 3 اللي هي الدوميننت يعني، بين قوسين هكتب كده الدوميننت، 2 1 اللي هي الريسيسيف، ماشي. According to Mendel's second law, the Mendel's ratio for each pair of inherited traits equal 1 to 1، برضه غلط، 3 to 1، نفس الكلام 3 dominant و1 recessive. In crossing a recessive individual and pure a dominant and pure dominant individual, all the produced individuals are hyper. In crossing a recessive individual، recessive يعني recessive ماشي، هو pure و pure dominant، all the produced individuals are hyper، دي مظبوط، كله هيبقى هايبر. يعني بصوا، يعني مثلا انا عندي، خلينا نحط البيور انديفيدوال مثلا، لو نفترض انه كلر، فواي كابيتال واي كابيتال مع كده
واي سمول واي سمول. فبصوا ادي واي كابيتال واي سمول ادي هايبرت، واي كابيتال واي سمول ادي هايبرت. بعدين نرجع ناخد ده واي كابيتال واي سمول ادي هايبرت، واي كابيتال واي سمول ادي هايبرت، فكله هيبقى هايبر صح. dominant gene has the ability to show its effect whether it's found with similar gene or with recessive gene. الدوميننت هو اللي بيظهر سواء كان موجود مع واحد شبهه دوميننت او مع واحد مش شبهه اللي هو الريسيسيف. ده مظبوط برضو، هو يعني هو لو موجود اهو مثلا كده واي اهو واي كابيتال واي كابيتال، فيظهر في الاخر واي كابيتال، او واي كابيتال واي سمول برضه هيظهر في الاخر واي كابيتال. فسواء كان موجود مع واحد شبهه او مع واحد مش شبهه الدوميننت هو اللي بيظهر صح. The hybrid individual carries a gene for the dominant characteristics and the other one for the recessive characteristics. The hybrid individual carries a gene for the dominant characteristics. واحد دوم الهايبرد جين، الهايبرد انديفيدوال هايبرد يعني في مثلا دوميننت وريسيسيف، فبيقول لي واحد دوميننت وواحد ريسيسيف، فبرضه ده مظبوط. The two hereditary factors are similar in the hybrid individual. التو هيرديتري فاكتورز بيبقوا سيميلر في ايه؟ مش سيميلر في الهايبرت، بيبقوا سيميلر في البيور. When a pea plant with a green fruits GG crossed with another with yellow fruits اللي هي جي سمول جي سمول، 50 of the produced fruits are green، 50 منها هيطلع green. دي مظبوط، تعالوا نشوف ليه. ادي جي كابيتال، بص كده دي جرين صح، لان جي كابيتال جي سمول، وادي جي كابيتال جي سمول ادي كده جرين. لكن هل الباقي هيطلع جرين؟ لا، ده كده هتطلع يلو ودي هتطلع يلو. ما انا بص انا قلت انا اهو بروح اخد دي عشان تعرفوها على طول. انا باخد اول حرف اهو ده مع ده، وبعدين ده مع ده، بعدين بنزل كده من تحت اخد ده مع ده مع ده من ده مع ده من مع ده. انا مش عارف انا بقول ايه. يبقى انا دلوقتي بقول ان دوت اهو كده جرين وده جرين لان في كابيتال، وده كده هو يلو وده يلو لان كلهم سمول. طيب narrow eye is one of the dominant traits. لا، هو ال wide eye هي اللي one of the dominant traits in human being. وممكن نشيل ايه؟ ممكن نشيل dominant ونحط مكانها recessive، يعني نسيب narrow زي ما هي ونحط مكان dominant recessive. straight hair is one of the recessive trait in the human being. ال straight hair دي true، ال straight hair recessive. لكن ال curly hair dominant. The ability to turn the tongue in a tube shape is a dominant trait in human. دي true. ال ability علشان أعمل لساني زي شكل التيوب كده دي dominant. احنا المفروض أغلبنا بيعملها. طيب the individual which inherits one gene only for the presence of freckles in the face will not have this character. تاني the individual which inherits one gene. ماشي كده، يعني هو اخد وان جين بس only for the presence of freckles in the face will not have this character. طيب هو الفريكل انا فاهمها لكم دلوقتي، بس الاول هو الفريكلز تعتبر dominant ولا recessive؟ لا، هي تعتبر recessive. هو قال لي اخد واحده بس، ماشي كده، يعني اخد واحده بس من الريسيسيف. طب ما هو لازم يبقى الاثنين الريسيسيف علشان يبقى الاثنين شبه بعض، فاهمين كده؟ فبالتالي مش هياخد الكاركتر دي، او مش هياخد الكاركتر دي، لا هي 18. ما هو مش هياخد الكاركتر دي ليه؟ لان هو كان لازم ياخد الاثنين شبه بعض. تاني هو ليه كان لازم ياخد الاثنين شبه بعض؟ لان هو ده دلوقتي البريزنس اوف فريكلز دي تعتبر ريسيسيف. طيب ما هو عشان ياخد حاجه ريسيسيف لازم الريسيسيف دي يبقى خد من البيرنتس، خد من الفازر والمذر زي بعض بالظبط صح كده عشان يكون ريسيسيف. لكن هو قال لي خد واحده بس، فخد واحده بس يعني معنى كده انه هايبرد صح كده؟ وبالتالي لو هو هايبرد عمره ما هياخد الجين، لان الريسيسيف لازم تبقى بيور، لازم ياخد الاثنين. ماشي. بعد كده في ايه هنا؟ نقول هنا the free air loop is a dominant trait. فري اير لوب يعني الاير لوب اللي هي عادي بالشكل الطبيعي بتاعنا كده، فري حره، تعتبر دوميننت، برضو تعتبر دوميننت صح. ذا بريزنس اوف تشيك تيمبلز از ريسيسيف تريت. وجود التيمبلز في وشنا يعتبر ريسيسيف تريت، غلط، هو دوميننت. قلنا يعني مش عندنا بس عند الناس اللي في دول شرق اسيا باينه اكتر. جينز ار بارتس اوف دي ان اي فاوند ان ذا سيتوبلازم اوف ذا سيل، كررناها في الكوريكت السؤال اللي فات، هو موجود في النيوكليس.
Identifying the various hereditary function to human being is one of the aims of the human genome project. ايوه ده مظبوط. The nucleus of each cell carry a complete group of hormones which are responsible for appearing the hereditary traits in living organisms. ده غلط، بدل هرمونز جينز. يعني بشوفها ان من اكتر السؤال اللي ممكن يلخبطك فيه في اليونت ده واليونت اللي بعده. احنا نعرف اهو بالراحة، الجينز هي اللي بتعمل الانزيمز علشان تتحكم في الهيريديتري فاكتورز، صح كده؟ الهرمونز دي اللي بتتحكم في الفايتال بروسيس بتاعتنا، ولكن ممكن احنا نتلخبط بينهم. كروموزوم از كيميكالي كيميكالي كونسيست كروموزوم از كيميكالي كونسيستس اوف نيوكليك اسيدز بندس نيوكليك اسيد دي ان ايه بندس ويز فات. غلط، بندس ويز ايه بروتين. طيب، لان انا عندي شغل دلوقتي، فان شاء الله في الفيديو الجاي هنحل الساينتفك تيرم والكومبليت.